أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحشد الناس. قال: فحشدنا له الناس، وقال لهم: إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الإخلاص، ثم دخل إلى بعض حجر أزواجه، فقال بعضهم لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقرأ علينا ثلث القرآن. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث أورده الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير هذه الآية. ومعنى هذه الصورة العظيمة التي من أحبها وعمل بما فيها وعلم معانيها، معاني الآيات، فإنه له أجر عظيم. من ذلك أن رجلا كما أورد البخاري ومسلم كان يؤم الناس في مسجد قباء، في مسجد قباء، فلما كان يؤم بهم أو كان يؤمهم كان إذا قرأ في كل سورة بدأ بسورة الإخلاص ثم قرأ سورة أخرى بعد قراءة الفاتحة. فقالوا له: إما أن تقرأ بالإخلاص وإما أن تقرأ بغيرها. قال: هكذا أقرأ، فإن أحببتم قراءتي وإلا فلا أتركها، أو كما قال. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بفعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على ما تفعل؟ فقال: حبها يا رسول الله، يعني سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه السورة هي سورة عظيمة، سميت بسورة الإخلاص لأنها تتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. يقول الله جل وعلا فيها: قل هو الله أحد. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي قل قولا جازما لا شك فيه. قل هو الله أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إنما إلهكم إله واحد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو واحد في أسمائه، هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الذي يشفي وحده، وهو الذي بيده الإماتة والإحياء وحده، لا شريك له، لا شريك له. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يشارك الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فربنا سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته، وكل من زعم له أنه يملك من ذلك شيئا فهو كذاب مفتر، لا شيء له ولا يملك من الأمر شيئا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن ربكم الله
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى أخواننا لا شريك له في شيء من صفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تلجأ إليه، لجأ إليه الرسل والأنبياء. تجي تقول لي مصر المؤمنة، وتجي تقول لي نادي ريكينيك البرق رمش يلف الغرقان سوال وينش، وتجي تقول لي يا بشام ورا وقدام، وتجي تقول لي يا بتاع العلافون الأسرع من التلفون. قال لك تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قال ابن عباس والصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، فهو العليم الذي كمل في علمه، وهو السميع الذي كمل في سمعه، وهو الرحيم الذي كمل في رحمته. ولذلك تصمد إليه الخلائق. نحن بندعو ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا جل وعلا يملك لنا أمورنا، ده الرزق عند الله. لكن تخيل الفكيزات بيشحت في الناس ويقول لك نحن الحراس، انت حارس قروش الناس، انت حارس شنو؟ انت ما عندك حاجة. يقول لك دول الزول العيان بيشفوه، والزول اللي في ورطة بيلحقوه، وهو الفكيزات داير يلقط من الناس حاجة. لا مجال للمقارنة بين الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أن المشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الذين يشحدون الناس وهم فقراء حتى إلى الناس. زول يشحد في البشر الضعاف، الهم ذاتهم بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى كيف يدعو الناس إنه يلجأوا له. زول بيموت، الفقراء بتاعينك ديل وينهم الآن؟ هل هم تحت الأرض أم فوق الأرض؟ كلهم تحت الواطة. الفقراء بتاعينك شد تحت الواطة، نتوكل عليهم هم ولا نتوكل على ربنا الحي الذي لا يموت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. من أعظم الأمور التي تدل على بلادة المشرك وقلة عقله أنه غسل شيخه وجرده من ثيابه وحمله على عنقه وصلى عليه وسأل الله له المغفرة، ثم أدخله في اللحد، ثم أدخله ويعني صب عليه من اللبن ومن الطين وأهال عليه من التراب، ثم يأتي بعد ذلك إذا نزلت به مصيبة يدعو صاحب القبر. أي بلادة ومن أين لنا أن نأتيهم بعقول؟ والله لو كنا نملك لهؤلاء أن نشتري لهم عقولا لبعنا لهم الموبايلات والسفنجات، لكن ما بيفهموا. نسأل الله يهديهم. زول بليد أبلد من الضنايا، والله مع الاعتذار للضنايا، زول أبلد من الكوارع اللي بيأكلوها الناس. بني آدم زيك بيأكل زيك، وعنده خلايا بتموت وخلايا تتجدد، وعنده كلى بيغسلوها، وعنده عيون فهمته مركب له نظارة قعر كوباية فهمته، والشيخ كرعينه مشققات وأظافرينه طويلة وشعره منكوش وشغلته جايطة فهمته، وبعد دمات وعفن فهمته، ودفنت جوه وخدت له الحجار وردمته، وبعد ذاك تلقاه فكي عملوا له قبه وبنوها باسمنت وبلوك فهمته، وبعد ذاك قاموا بيضوها، وبعد ذاك ضربوها بماستيك سيليك ولا شنو ما بعرفه،
وبعد ذاك عملوا له جليس وركبوا له فريون تاني تدعو ده ياخده لو كان حي بيمرق من الفريون تاني امشي للغبشه والشمس. فدين نحن لو كان بنملك لهم عقول نشتريها والله لاشتريناها لهم حتى يفهموا ما هم فيه من الدرك ومن 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 السفه ومن قله العقول. لا يمكن لانسان عرف الله تبارك وتعالى وعرف المخلوق الضعيف لا يمكن ان يترك الخالق ويلجا الى المخلوق الضعيف، ولا يمكن ان يترك الرزاق الرحيم الودود الذي يتقرب اليك بالنعم وانت تبارزه بالمعاصي فتترك ربك تبارك وتعالى وتلجا لهؤلاء، ما ممكن. عشان كده ربنا الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في قضاء حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال العلماء والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه انه لا يلد وانه لا يولد لان كل من يلد سيورث، يولد سيورث، عرفته؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يرث احد، والوراثة لا تكون إلا بعد الموت، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. عشان كده ربنا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لم يكن له مثيلا ولم يكن له مشابها ولم يكن له ندا ولم يكن له نظيرا ولم يكن له معينا ولم يكن له نصيرا، ربنا سبحانه وتعالى. فربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الواجب على الانسان العرف بس الصوره دي كافيه لان الانسان يترك الخلائق المساكين ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. وانت بتتعجب من بني ادم، بني ادم عشان كده ابن كثير اورد دق بيل قال ابن كثير بتاعه وينه؟ كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، فهمت؟ فأنت إنسان شايل لك حاجات وما بتنتفع بين، داير بين شنو؟ زول تخيل شايل كلام الله والتفاسير حقته وشايل كتاب التوحيد، ده كله ما أقنعه ولا قدر يقنع به مسلم لغاية ما يجي يجيب له واحدة جاية من وين، فهمت؟ فده كله يا اخواننا ده كله يا اخواننا يدل على ان هؤلاء ضعاف، ولو كان هؤلاء ينفعون لنصروا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم شنو؟ ضد. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، تحدي من الله سبحانه وتعالى، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولذلك يا أخواننا دعوة السلفيين للناس ما دعوة للدنيا، ولا كلامهم كله إنه ديل بيجيهم قروش وديل ما بيجيهم. يا أخي أنت ما تخلي موضوعك الدنيا كله. نوح عليه السلام قال ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. تخيل النوعيات دي لو بقى داعية في قوم نوح. نوح عليه السلام ما داير منهم مال وبعد ده كذبوه. النوعيات دي لو كان في قوم نوح كان بيلصقوا لك مع الصنم ويردموا حجار. ونوح عليه السلام قال لهم ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما داير منكم مال ولا داير منكم قروش، وهذا يدل على ضعف هؤلاء. ولذلك يا أخواننا الإنسان الحصيف حال الجماعة ديل براو، حال براو يوريك إنهم ما يستحقوا العبادة، وإنهم ناس متناقضين، وإنهم ناس فقراء، وإنهم ناس ما عندهم حاجة. بيجاي تشحت حق الفرشة، بيجاي تشحت حق السماعة، سماعة يا زول شغالة بلاش، أوعى تدفع له، أوعى تدفع، قل له الدين ده مجاني، فهمت؟ حتى في النهاية إحنا ما بندعوك تمشي له هناك، لكن في النهاية لو مشيت ما تسمع له، ولو سمعت ما تدفع له، فهمت؟ خلي الناس دي تشتغل. ما شاء الله الرجال بيشتغلوا، اشتغلوا موية، اشتغلوا عتالة، اشتغلوا بنا، اشتغلوا نجارة، بيشتغلوا بيع، اشتغلوا شراء، فهمت؟ الناس دي شغالة. انتوا ده شغالين شنو؟ شغالين شنو؟ سامع انت؟ انت معي مركز معي؟ سامع بغادي في شنو؟ عشان كده نعقل ويا قومي لا أسألكم عليه شنو؟ مالا. والرجل الصالح في سورة ياسين قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم شنو؟ أجرا. ما دايرين حاجة، لا في حق سماعات لا ما سماعات. احنا ان شاء الله سماعاتنا دي لو ما في نتكلم بحلوقنا دي لما ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا، لانه البشر ما عندهم لك حاجة، ها فهمت؟ فدي شغلة طويلة يا زول، ها والله. تعادي الدعوة تصل لدرك اسفل من ده. ولذلك يا ناس دعوتنا دي ما دايرينها ليه يا زول؟ لو لقيت واحد مننا يوم بيشحد باسم الدعوة أعرفوا إنه إنسان منافق وكذاب. أي واحد من الشباب اللي بيتكلموا ده يوم لو وقف قدام الناس يشحد باسم الدين أعرفوا إنسان منافق وكذاب، لأنه الدعوة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي الدعوة دارينا للناس، ما دارين من الناس قرش، ما دارين من الناس انتخابات، ولا عندنا شغلة بانتخابات، ولا عندنا شغلة بدنيا، وإنما ندعو الناس إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بذلك وأن يدخلنا جنات النعيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نلاقيكم إن شاء الله ملانين قروش وما محتاجين من زول حاجة.